أصدقائي أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز. طبعا في كل حلقة احنا بنتكلم في موضوعات تهمنا وبيبقى معانا ضيوف. النهاردة معناش ضيوف، معايا عبير. أهلا يا عبير. أهلا يا محمد، ازيك؟ وعبير. أهلا يا عبير. أهلا يا محمد. أهلا يا عبير. أهلا يا عبير. أنا محظوظ إن معايا النهاردة اتنين عبير. النهاردة هنتكلم في الجزء الأولاني عن التعصب الرياضي. المفاجأة في التعصب الرياضي إن أنا عندي في الاستوديو عبير أهلاوية وعبير زملكاوية. هنشوف مين الأهلاوي ومين الزملكاوي، وهنعرف من كلامنا إزاي هيقضوا بكرة، إزاي هيتفرجوا على الماتش، إزاي كمان هنقضي منهم، ونعرف إزاي نقضي على التعصب الرياضي. يعني إزاي ما يبقاش فينا عملية التعصب، وإيه أسباب التعصب الرياضي، وإزاي إن إحنا نقدر نخلص من التعصب ده، لأن ممكن تحصل مشاكل للزوج والزوجة في بيت واحد، ممكن الموضوع يكبر معاهم ونتيجة مباراة. طبعا احنا عايزين نقول ان الاهلي والزمالك لما يوصلوا نهائي بطولة افريقيا، معنى كده ان زعامة القارة الافريقية لكرة القدم موجودة في مصر، ان البطولة مش هتخرج من مصر، كانت للاهلي او للزمالك. فهنشوف بكرة مين اللي يستحق. وان كنت انا اتمنى طبعا ان المباراة تطلع مباراة جميلة، مش عايز اقول فريق. أيوة. لكن عشان بس ما نحطوش ما نعرفش مين. نبتدي الاول نشوف مين الاهلاوي معانا النهارده، واكيد هتكلم عن نفسها. الاهلي هيتكلم عن نفسي. طبعا انا الاهلاويه، طبعا مش في تحيز ولا تعصب ولا حاجه، عشان كده انا لابسه احمر يعني. طبعا. دي اول القصيده. لا، هو التعصب الرياضي مكروه. انا مش هقولك ان انا حابه التعصب، بس انا حابه فريقي، حابه فريقي ان انا اشجعه بروح رياضيه، عشان اصلا التعصب الرياضي مكروه. كويس. هتعملي ايه بكره؟ اولا ربنا يستر بقى، عشان انا جوزي زملكاوي متعصب جدا جدا، يعني نبعت له رساله مش هتفرج معايا يعني. كويس. يعني المشكله اللي كنا لسه بنتكلم فيها، ايوه، ابتدت. عبير. اهلا يا محمد. اهلا يا عبير. اهلا يا عبير. ماشي يا عبير، مش هتكلم انا دلوقتي، بس انا هقول لك انا زملكاويه. تمام. طبعا بس اهم حاجه ان انا بحب اشجع اللعبه الحلوه. كويس. بمعنى صح، احنا النهارده من المفترض عشان بكره المباراه النهائيه في افريقيا ومعانا. طب لابسه احمر ليه؟ لابسه احمر. ما انا هقول لحضرتك اهو، ده انا هقول لك عشان انا بتكلم على التعصب. ده في حد ذاته. وانا لابسه احمر عشان اوريكي ان انا مش متعصبه، بالعكس. ولا خايفه تمشي باللون الابيض؟ لا طبعا. لا معلش بقى، لا انت خايفه تيجي البرنامج باللون الابيض؟ لا، هو حضرتك بقى في هنا انت دخلتي كده في التعصب، وانا مش هحاول اتعصب، لان احنا النهارده اتكلمنا فعدم التعصب. ردي. لا لا، انا اتكلم. انا هرد. طب انا عايزه اعرف، انما انت اصلا اهلاوي، لابس اسود ليه بقى؟ قولي لابس اسود ليه؟ لا، خايف لحظه مثلا يعني. انا هو انا عايزه اقول حاجه بس الاول، ان انا زعلت قوي على خبر مارادونا، على رحيل مارادونا، عشان انا كنت بحب جدا جدا لعبه يعني. هو النهارده لكل اصدقائنا فعلا خبر رحيل مارادونا. مارادونا من اللعيبه اللي كانت مغرمه جدا بنجمنا الموهوب المحبوب محمد صلاح. محمد صلاح. وكان طلب الفيفا كمان بوقف احد اللعيبه في المباراه، لما تم اصابه راموس، لما تم اصابه محمد صلاح. مارادونا كان بيعشق لعيب اسمه محمد صلاح، لانه نفس المهارات نفس القدرات بجد. رحيله اثر في كل الرياضه العالميه، لانه مارادونا تاريخ واسطوره يعني. ويا رب نجمنا محمد صلاح يديله العمر ان شاء الله، ويفضل في نفس في الاستفتاء الجديد لاحسن لاعب في العالم. يا رب كلنا عايزين نخش ونعرف ازاي نصوت له، ونعرف ازاي ان احنا نديله فوت ونديله تصويتنا، علشان يبقى هو يستحق ذلك، انه يبقى من افضل لعيبه في العالم. تمام. نرجع تاني للاهلي والزمالك. اسمح لي بقى، انا ما ردتش على سؤال الاستاذه. تمام. النهارده احنا متفقين اصلا ان احنا هنتكلم عن التعصب. حلو. بالتالي لازم ابدا ان انا اقول ان للتعصب لا، نيفر، مش عايزين تعصب في حياتنا اساسا، لان في مش باللبس يا عبير. ما انا هكمل كلامي. اسمحي لي. ما انا لو قلت مش باللبس، وقلت مش بالكلام، وقلت مش بالفعل، يبقى احنا هنتعصب تلقائي، وهيبدا العصبيه تدخل. انما لما انا البس النهارده الاحمر، رغم ان انا زملكاويه وعندي الابيض طبعا كتير جدا وباجي بيه باستمرار، هو معناه ان انا لازم اكون ايجابيه في الحلقه بتاعتي النهارده. والله يا عبير اقول لك حاجه بجد. فضل. يا رب يكون وش اللبس الاحمر عليك كويس للاهلي.
ويا رب حلقتي النهارده ويتقبل تبقى حلوه للزمالك. الموسم الاولاني اتكلمنا انا وانت برضو في حلقه على التعصب الرياضي والاهلي الغلب في المباراه دي. الاهلي الغلب يعني ما احنا عايزين بقى المره دي، ما انا عايز اقول بس الحقيقه انا باخد الحلو في الحلقه. فاحنا عايزين المره دي ان شاء الله. طب ما كان في انسحاب للزمالك بقى طالما انت قلت بقى ده المباراه اللي قبليه لا عشان انت بتقولت الزمالك الاهلي كان مغلوب. فانا بقول لك انا النهارده انا محايد لغايه اخر الحلقه. لا هو في حاجه بقى اسمحوا لي بقى النهارده اكون انا. هتعملي ايه بكره؟ يعني يومك هيبقى عامل ازاي؟ هقول لك في البدايه اول حاجه اللي احنا لازم النهارده الحلقه بتاعتنا بنتكلم فيها عن التعصب ليه يا عبير؟ عشان ما نتعصبش وعشان ناخد خلفيه مع الناس. لا انا اطلع للناس وانا بتكلم على التعصب، مفيش تعصب ولا اتعصب، انا بهرج اكيد على لا ما انا فاهمه انا اقصد دوت. ما انا بقول لك يعني اللي احنا بنقوله النهارده احنا بنهزر وده ادعى ان احنا فعلا النهارده اللي انا بقوله ان احنا الحلقه بتاعتنا يا محمد عايزينها فعلا ما فيهاش ريحه التعصب أكيد وبندي أكيد. خلفيه للناس طبعا الشباب والشابات والناس الكبار. والرياضه اصلا ايه هي ايه اصلا؟ عباره عن ايه؟ روح رياضيه. لازم انها فايز او مهزوم. اللي بيحصل في الاستوديو ده هو نموذج مصغر اللي بيحصل في بيوتنا، هو نموذج مصغر اللي بيحصل في الشارع وفي كل اصدقائنا. عايزين نقول في الاخر خالص، اهلاوي شجع فريقك، زملكاوي شجع فريقك، فريقك لعب حلو افرح لما يفوز، فريقك لعب ما كانش يستحق انه يفوز واتغلب افرح ما تزعلش انه اتغلب لانه اكيد هينتصر في وقت من الاوقات. اكيد الاهلاويه دايما متعودين على الفوز، الزملكاويه في الفتره الاخيره بعد الانتصارات لا معلش طب استنى اقول الكلام. مش كده بقى معلش مش كده يا جماعه على صبايا. طب اقول الكلام انا لسه وانا ما قلتش. لا بس الجزء اللي قلته ده حلو عاجبني. ايوه الاهلاويه والزمالك في الفتره الاخيره متعود على الفوز على روح الانتصار. ايوه فهيبقى المباراه بكره في اخر ثواني، فالمباراه بكره هتبقى قويه، هتبقى ما بين فريقين كل واحد بيتمنى انه يفوز، كل واحد بيتمنى ان هو يؤدي مباراه تستحق نهائي افريقي. يعني كل دول افريقيا بتتفرج عليك، كل دول العرب بتتفرج عليك، كل العالم مستني مين بطل افريقيا. بس انت هتعمل عارف العامل الاساسي على مين يا محمد في التعصب او على ماتش بكره اصلا؟ عايزين نقول رسائل بقى للعيبه. اللعيبه داخل الملعب. داخل الملعب مظبوط. لو لقى يعني جمهوره وقاعد حتى في بيته بقى، ما فيش اكيد جمهور كده دلوقتي. لو انا لقيت اللعيب الاهلي والزمالك بيتكلموا عادي جدا وبيهرجوا ومش انا مش هقول تهريج، بس ايه بيعدوها اي حاجه خبط اي اصابه بيعدوها، ما بيتعمدش ايذاء اللعيب الاخر او يتعمد الاهالي دي كويسه تمام. غالبا يعني هيتنقل الموقف ده تمام، هدي الموقف انا كمان. لا ده انا اتهزمت خلاص مش مشكله. امال التعصب اصلا بيجي من اللعيبه وبيجي برضو من جزء تاني مش عايزين نفقده، اللي هو طبعا دي وجهة نظري اللي هو الإعلام. الإعلام والسوشيال ميديا النهاردة للأسف يا عبير الماديات وحكاية اللايكات والمشاهدات والكلام ده كله ممكن بعض الناس يعملوا انفعال ذاتي مقصود بين الفريقين من قبل ما تبدا المباراه عشان يبدا اللايكات، وانت عايز مين؟ طب اعمل لايك، طب اعمل مش عارف ايه عشان نعمل ان احنا الاقوى. والتصريحات برده بتاعت كل مسؤول نادي يا عبير طبعا برضو. طبعا ممكن يقوم الدنيا كلها حاجات كتير. ما احنا مش عايزين تعصب. عشان كده احنا بنقول اي حد هينشر خبر، هينشر مقال، هينشر كلمه فيها شيء من التعصب بلاش كلنا نشتغل عليها أكيد. ونحاول ان احنا نكون اهدى في تصرفاتنا. برضو هربتي من سؤال بكره هتعملي ايه ويومك هيبقى عامل ازاي؟ انا ما هربتش على فكره ما بلحقش اجاوب. لا انا حضرتك هقول لك عبير عزماني، فانا طبعا عشان زملكاويه مش متعصبه ولذيذه، هنقعد انا وهي مع بعضينا وهنتفرج على المباراه، واللي هيغلب هنقول مبروك واللي مش هيغلب هنقول له هقدرك، وفي نفس الوقت هنعمل انتشار للموضوع ده النهارده بالذات بين اولياء الامور. حاولوا تكونوا مفيش تعصب، ماشي خليك مع فريقك بس وصل لابنك او لبنتك الصغيرين ان فريقك كسب مبروك، خسر هقدرك ليه؟ لان اصلا يعني ايه مباراه يا محمد؟ يعني ايه عبير؟ يعني لازم فريق يطلع خسران وفريق كسبان، ده لازم. بس مين بقى يعني؟ بصي بقى بصي انا هقول لك حاجه. لا لا لا, لا بصي لحظه 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 ثقافه 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 الجمهور الزملكاوي دايما هيطلع خسران وبعدين يطلع كسبان. ثقافه الجمهور الاهلي يطلع كسبان والتاني خسران، لان الاهلي اتعود جمهوره اتعود على الفوز والانتصار على طول. الزمالك فريق الزمالك جمهور الزمالك جمهور الزمالك بعتبره جمهور مثالي بيتحمل فريقه بشكل لا بتكلم جد بيتحمل فريقه مع كل النتائج اللي بيعملها، لكن في الفتره الاخيره حصل انه فعلا ابتدوا ان هم يمشوا بخطوات سليمه وابتدوا ان هم ياخدوا بطولات. عايزين نقول عبير انت هتعزمينا فين بكره؟
هعزمكم كده في كافيه كده. انا مبروك الاول على الكافيه الجديد. ميرسي يا محمد. كويس، وان شاء الله الكافيه الجديد لكل فريق العمل اللي معانا النهارده. ايوه انا بشكر طبعا. انا محظوظ جدا انا والمجموعه اللي معايا، انا وعبير وعبير، بفريق العمل الموجودين معانا، ان كانوا وراء الكاميرات او في الكنترول. فعلا مجهود جبار جدا. والحلقه اللي فاتت لو انتم كنتوا شفتونا عملوا مجهود رائع لظهور الحلقه بالشكل الجميل اللي بشكرهم عليه. انا محظوظ جدا ان انا موجود معاهم، وانا برضو لازم اشكرهم، واحنا كمان كلنا محظوظين بكده. طب خلاص فهتعزم المكان فعبير، هتعزمنا قريب على الافتتاح الكافيه بتاعها. ان شاء الله قريب هينزلوا كمان اعلان معانا في البرنامج. الكافيه فين واسمه ايه؟ هو غالبا يعني الاسم انا بتلخبط فيه لسه. سيمبيريو على الكورنيش قصاد المحكمة. انا هقول لكم المهم بالظبط، عندنا نادي القوات المسلحة بجوار نادي القوات المسلحة اللي هو في المعادي في الكورنيش، المحكمة الدستورية على الكورنيش. ان شاء الله كلنا احنا عبير عزمانا هناك بكرة على نتفرج على المباراة، واي حد من فريق العمل اللي معانا طبعا هم سامعيني اكيد. كده 2 3 4 5 بين 5 اهلاوية يعني ولا زملكاوية؟ عشان بس هو زمالك معاك يعني اللي يجي بقى. ثانية مفيش تعصب. طبعا بس كله جوه بيقول اهلي. دي بتقول اهلي ولا كله زمالك؟ كله اهلي. ولا يقول لي هاجي برضه هشجع الزمالك. لا لا انت معاكي دلوقتي ايه اكبر ضلع في الموجود؟ أيوة. اللي هو جوزي. أيوة. زملكاوي. بس زملكاوي. طيب ده تمام قوي. طيب عايزين رسائل سريعه نقولها لكل الناس اللي بتشوفنا. بكره ان شاء الله احنا كلنا يعني في حاله للشعب المصري، كل واحد بيحضر نفسه هيتفرج على المباراه مع مين، مع اصدقائه، فين، في البيت. عايزين نقول ان احنا بكره عايزين تطلع المباراه من الاول من داخل الملعب بشكل محترم. الفريق الفاز، الفريق اللي اتهزم، يستلموا الكاس، يستلموا الدروع بتاعتهم، يستلموا الهدايا بتاعتهم. مش معنى ان انت اتغلبت ان انت تسيب الملعب، لان المنظر ده اللي ممكن يحصل او لو حصل احنا بنمثل افريقيا، بنمثل مصر، فالمفروض ان احنا كلنا نتعاون مع بعض علشان المباراه تطلع بشكل جيد، ونقول للي فايز مبروك. وكمان عايزين نقول رسائل بسرعه جدا لكل اسره مصريه والولاد اللي بيسمعونا والشباب اللي بيتفرجوا علينا، ازاي نقدر نتفرج بكره على المباراه بشكل بيبقى فيه هدوء، وان انت تمسك نفسك وان انت تبقى مبسوط وانت بتشاهد مباراه في الاخر البطوله مصريه. عبير تقولي ايه؟ انا هقول زي ما لسه قايله من شويه لكل اب وكل ام، حاولوا ما توصلوش العصبيه في الرياضه بالذات لاولادكم، وفي نفس الوقت طبعا مش النهارده او البرنامج بتاعنا او اللقطه اللي احنا بنقولها دي هي اللي هتهدي الدنيا، ده كلام يا ريت نعمله للي جاي، عشان طبعا مش في يوم وليله هيتغير العصبيه اللي احنا فيها. في نفس الوقت الفريق طبعا زي ما قلت لازم فريق يغلب ولازم فريق يخسر، وكلهم في الاخر مصريين وكلنا مصريين، وفي بيت واحد بيبقى فيه اهلي وزمالك. يا جماعه بلاش تعصب، لان التعصب بيجيب كراهيه، بيجيب حقد، ممكن الصديق يخسر صديقه بمنازل عشان العصبيه، ممكن لو الاخ والاخت او العكس اتنين اخوات ممكن برضو يحصل مشاكل ما بينهم لمده كام يوم خصام. كل ده غلط، كل ده عايزين نمحيه. حد يخسر حد يا عبير عشان الموضوع. طبعا كتير. طب ما ده بيرجع لايه بقى؟ ما هو هقولك التربية للأساس. أصلاً. أيوة التربية أصلا للأساس. يعني دلوقتي أنا أعرف ناس ليهم ولاد صغيرة لما بيحسوا مثلا، أنا مثلا أهلاوية، لما أحس إن ابني زملكاوي لا بكرهه في الأهلي وبتضايق منه كمان، وبتضايق منه، فبيضطر الولد إيه أو البنت تبقى عاملة زيي طبعا. يعني مثلا إيه لا أنا أحب الأهلي زي ماما أو بحب الزمالك زي بابا. طب ما كده غلط، بيبدا في تفرقه في البيت، في تعصب فعلي واللي احنا بنقول احنا مش عايزينه. وفي كمان يعني الاب او الام يعني لما يخلوا الابن او البنت ينتموا لفريق هو مش على رغبه ليه، كده انا بكسره. طب يعني هقول لك على حاجه، انا طلعت اصلا من بيت معظمه يعني هقول لك 80% منه اهلاوي، رغم كده مفيش حد غصب عليا، مفيش حد يعني الزمالك بيشجعوا بالزمالك والاهلي بالزمالك، مفيش حد قال لي اختاري، مفيش حد قال لي لا الاهلي كويس او الزمالك وحش. هو في جزء هنا برضو انا يعني احب اقوله، ان هو حته الزمالك او الاهلي في ناس كمان ممكن تتعصب ماشي، يعني في شخص ممكن يقول انا نفسي الاهلي يكسب قوي او العكس انا نفسي الزمالك يكسب قوي، وهو ممكن لا يكون بينتمي للاهلي ولا للزمالك في الحد نفسه، بس كرها لشخص ما. لا ما انا اقول لك على حاجه، اللي بيشجع الفريقين بالمنظر ده لا بيبقى اهلاوي ولا بيبقى زمالك. انا بقول لحضرتك ان هو طيب. عبير عايزين رساله بقى لزوجك،
علشان بكره هو بيتفرج على الماتش. ليه كده؟ ليه كده؟ للزمالك عامه، خرجها من المزنه ده. لا هقول له ايه؟ هقول له ما تحرقش دمك، يعني انا بخاف عليه بجد بجد، انا بخاف عليه من ماتشات الزمالك دي، عشان انا بقول لك دلوقتي ما فيش حد بيخسر حد، لا هو عنده استعداد يخسر اي بني ادم، يعني اي حد، صحاب، مسؤول، اي حد. خلي بالك احنا دايسين عليه قوي يعني، بس هو ليه حق برضه، يعني عايزين نقول احنا بنقول رساله. ما انا هقول لك علشان ما تحرقش دمك قوي، عشان انا خايفه من النتيجه. يعني انت ان شاء الله مش يعني انت بتقولي لحظه انت بتقولي لحظه انا بقول له معلش يعني هنفرح وما تقلقش ان شاء الله الزمالك هو هيبقى. طب انا لسه كنت ادافع عنكم. لا خلاص انا معاكي، خلاص يبقى هو لازم يهدى، انا بروح لان النتيجه بكره ممكن تكون صعبه. انا برضه مروحه وبرضه يا جماعه. طيب اصدقائي احنا معانا تقرير خلال ايام بقى ان شاء الله العيد الوطني لدولة الامارات الشقيقة. كل سنة وهي كل سنة ودولة الامارات الشقيقة طيبة. معنا تقرير برئاسة سيدة الاعمال اسيا قاسم، اقامت مجموعة من سيدات المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية وسفينة المحبة والسلام من لبنان، تضم كل الطوائف والمذاهب والمناطق اللبنانية، حفل صغير بمناسبة العيد الوطني لدولة الامارات. وهذه التحية من لبنان إلى دولة الإمارات للمواقف الجميلة والروابط العميقة بين الدولتين. نطلع نشوف التقرير الجميل ونرجع لكم تاني. نحن استبقنا العيد الوطني لنعمله اليوم لأنه بسبب الظروف الصعبة اللي عم يمر فيها بسبب الكورونا، ولكننا اجتمعنا في هذا السرح العريق لديغان على شاطئ خليج جوني، وهيدا ديغان سيدة سونيا أبي سعد التي أبت إلا أن تقدم علم من أرتيزانا التي تعمل هي بها وتصمم أزياءها، علم دولة الإمارات، فكان لها الشكر والتقدير لما قامت به ولمحبتها. ونتمنى أن السنة القادمة إن شاء الله يكون الاحتفال على أكبر صعيد وعلى صعيد العالم أجمع، لأن الإمارات تستحق منا هذه المحبة، فنحن أوفياء وبطبعنا الوفاء، فشكرا ومن لبنان ومن محافظة جبل لبنان تحية حب وفخر واحترام وتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل الحكامة يلي قدروا بوقت قصير يجعلوا من الإمارات دولة عظيمة. كل عام وأنتم بألف خير. الكريم هلأ للأستاذة مي بساط. تحية طيبة، وبالعزم والإرادة وصلت دولة الإمارات إلى الصفوف الأمامية، ليس في العالم العربي فقط بل في عالم الخليج وعالم العالم الأوروبي والأمريكي. بالعزم والإرادة نصل إلى حيث نريد. تحية طيبة في العيد الوطني وسلام من بيروت ومحافظة بيروت مني أنا مي بساط. والآن الكلمة للسيدة جينا الحشاهين من زحلي محافظة البقاع. من زحلي عروسة البقاع إلى الإمارات العربية المتحدة، ألف تحية وسلام. أنتم البلد المضياف الذي استقبل أولادنا وكان لهم الاحترام والتقدير والعمل المميز. نتمنى في هذا العيد المبارك أن يديم بالصحة والعافية إلى كل أهل الإمارات العربية المتحدة، ودمتم بسلام. رجعنا لكم تاني وهنكمل المباراة اللي موجودة داخل الاستوديو ما بين الأهلي والزمالك. ما بين في التقرير اللي فات كان في صراع، عمالين نقول مفيش تعصب مفيش تعصب، وكان في داخل الاستوديو شيء من على فكرة اللي بيفتن بيروح النار يا محمد، شيء من التعصب. ماشي. انا عايز اقول ان احنا في الاخر خالص شجع فريقك، اتكلم زي ما انت عايز لفريقك، اتمنى له الفوز، بس ما تاخدهاش على اعصابك، حاول ان انت تاخد الموضوع بتهريج على قد ما تقدر. وكمان يا ريت بعد المباراه على الجمهور اللي بيشجع فريقه راعي ان في فريق تاني جمهوره مهزوم، اكيد متاثر، اكيد متضايق، فما تحاولش ان انت تعمل تصرفات او تبالغ في الفرحه
علشان ما تلاقيش مش هكتب فرحتي يا محمد. لا يعني انا ما قلتش زي الزمالك ما بيصدق ان هو يفوز. معلش مع احترامي كويس. هيقعد ساكت؟ لا مش هيقعد ساكت. هو مثلا يعني الاهلي حضرتك لما واخد على الفوز وهو لما بيتغلب بيبقى زعلان قوي ومقهور. البلد كلها على فكره بتبقى حاسه. طب انا هقول لكم ليه، انا هقول لكم ليه، انا هحلل لكم الموضوع ده، انا هبرر لكم الموضوع ده بعيد عن ان انا اهلاوي ولا زملكاوي. فريق الاهلي، فريق الاهلي، لحظه، فريق الاهلي، انت اهلاوي انا هقول لك فريق الاهلي لما بيتغلب. من غير قطع كلام طب اقول كلمتين؟ طيب هقولهم وبعدين هديك الفرصه. لا مش على فكره فرصه ولا عايز اقطع كلامك. هو بس انا في حاجه هنا طبعا لازم الجمهور يعرف ان انا وعبير طبعا بنهزر في حكايه الاهلي والزمالك، لان احنا فعلا النهارده بننادي للناس كلها ان هم فعلا ما فيش تعصب ولا ايه يا عبير؟ ده حقيقه. انا بتكلم من قلبي على فكره. لا اكيد 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 طبعا. السبب بسيط يا محمد، اعتقد ان كلنا بنسمع عن ناس زمان اللي جاله القلب واللي وقع في نفس المكان. اكيد يا عبير اكيد صح. ان شاء الله اصدقائي اوعدكم الاسبوع الجاي لو الاهلي فاز هعمل في اغنيه جديده اعملها للاهلي ان شاء الله تسمعوها. وانا هعمل اغنيه لتبالي. وبتمنى في الاخر، عايز اقول في اخر الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، بتمنى للفريقين الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك، ان هم يقدموا مباراه قويه جدا، نقدر نتفرج على كوره، نقدر نتفرج على مباراه ممتازه، جمهور يكون مثالي، جمهور يكون مثالي، كل رئيس نادي، كل جهاز فني يبقى قادر انه يمثل مصر تمثيل مشرف، وعلى الفريق الفايز انه يحترم حزن الفريق المهزوم. البطوله مش صغيره، بطوله افريقيا، واللعيبه نفسها، اللعيبه اللي هنا تقبل ان انت ممكن تفوز ويبقى يومك، وممكن تتغلب ويبقى مش يومك. اكيد. وان شاء الله ان شاء الله نهني والزمالك الاهلي ان شاء الله الاهلي او الزمالك كويس، نهني اي فريق. اقول لك الزمهلكويه، عارف الفيلم ده؟ النهارده في الجزء الاولاني اتكلمنا على التعصب الرياضي. عايز اقول لكل ولادي، لكل اصدقائي، لكل اهلي، لكل الناس اللي هيتفرجوا بكره على المباراه ايا كان اهلاوي او زملكاوي، في الاخر البطوله مصريه. نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل الجزء التاني من البرنامج في موضوع اكيد يهم كل اسره مصريه. فاصل ونرجع تاني.